الحمد لله الذي أنزل كتابا كريما حوى علوم الأولين والآخرين ولم يجعل له عوجا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتابا فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتكفل الله سبحانه بحفظه كما تكفل بإنزاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل ورتلناه ترتيلا، لا رب غيره ولا معبود سواه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. سمو الأمير، ضيوفنا الكرام، باسم جمعية القرآن الكريم أحييكم أجمل تحية، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن للقرآن الكريم أكبر شأن في أمر الإسلام والمسلمين، فهو هاديهم في شريعتهم، وهو النور الذي يستضاء به في دياجير الظلام، بل هو المنبع الصافي الذي ينهلون منه فلسفتهم الروحية والخلقية، وهو بالجملة الموجه لهم في الحياة والمعاملات وشتى المظاهر في الحياة. إن خير ما نفتتح به حقنا هذه الليلة، هذه الليلة المباركة وكل ليلة إلى قيام الساعة، آية من الذكر الحكيم يرتلها لنا الطالب هاني عبد الرحيم. صدق الله العظيم.